السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الخوت؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحة العائلة ويرات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والله يسر أموركم جميعا يا رب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كي دايرين الخوت مع الهواية؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبارك لنا فيما أعطانا، إنه ولي ذلك. واحد الأخ سألني على الزرزور فين وصل، فهو الزرزور الإخوة الحمد لله اللهم بارك، هو غادي ربي يأكل بوحده تقريبا، هذه واحد 10 أيام بدا ياكل بوحدو الحمد لله. تنعطيه الموربد وتنعطيه البيض وتنعطيه الدود القبابي، دود القبابي هو غادي. عمري ما جربت، قلت راه نجربوا هذا الطائر هذا نشوفوه، راه تنعلمو حتى الكلام دائما ملي تندخل تنقول ليه السلام عليكم، ايوا نشوفوه لا ينطقها ولا ما ينطقهاش. خير ان شاء الله. الطيور الحمد لله، شي حاجه بدات في تغيير الريش وشي حاجه باقي ما غيراتش عندي الريش، فلهذا اليوم ان شاء الله حنقص واحد نصف ساعه باش نعطيهم واحد الانذار باش يغيروا لي الريش، باش يطيحوا لي كلهم في دقه ان شاء الله. هذا هو اللي كان الاخوه، كنت نتسنى في واحد الانثى نتيني، ولكن قدر الله ما شاء فعل، يعني البيض ماشي 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 ملقح، الذكور صافي بدات تتبرد، هذا هو اللي كاين، بردات ماشي بدات تتبرد. اللهم لك الحمد والشكر الإخوة، الحمد لله العام كان ما شاء الله اللهم بارك. ف هادشي اللي كاين، كاين شي حاجة ديال الكنار وكاين شي حاجة ديال الهجين الحمد لله، وكاين سميتو الطيور الأخرى إن شاء الله اللي حنوريكم إن شاء الله إياها. فلهذا يعني دائما بقاو متابعين القناة، وما تنساوش لايك، وما تنساوش شاركوا هذا المقطع هذا ولا القناة ديالي مع الأصدقاء ديالكم أو في القنوات الأخرى إن شاء الله، باش نزيدوا بهذه القناة القدام إن شاء الله. ما تنفرض على حتى شي واحد، ولكن اللي بغى يديرها مرحبا، اللي ما بغاش يديرها مرحبا وألف مرحبا، هذا هو اللي كاين. بالنسبة لإخوة الموضوع ديال اليوم إن شاء الله عن الأخ رشيد الكبيده، اللي تيقول رشيد الكبيده اللي كاين في مراكش، اللي داو ليه الطيور ديالو. فلهذا الاخوه يعني الله يعوضو، الله ييسر لي اموره، بين رجل طيب من الكلام ديالو، تبعت ليه يعني بعض الفيديوهات ديالو ما شاء الله كيفاش يتعامل مع الطيور وهاد الامور، فبين طيب من التعامل ديالو سبحان الله، التعامل ديالو مع الطيور تبان لك الشخص، نحسبه كذلك، نحسبه كذلك. الله ييسر اموره والله يوفقه لما يحب ويرضى، هذا هو اللي كان الاخوة، اللهم امين. بالنسبة يعني هذا الفيديو كتضامن مع الاخ رشيد، يعني نذكر بعض النقط اللي تقدر يعني تساعده، ولا تقدر يعني تساعدنا جميعا كهواة باش نزيدوا بهذه الهواية، وبالأخص الحسون، هذا هو اللي كاين. نذكر لكم واحد القصة وقعت لي هذه تقريبا 4 سنين 5 سنين، بيني وبين واحد الفرنسي، كان يعني شيئا ما هو ماشي صديق، ولكن في الفيسبوك، هذا هو اللي كاين، يعني كاين صديق وكاين الإخوة، كاين الأخ في الله، كاين الاختلاف، هذا هو اللي كاين الإخوة. ف يعني صديق في الفيسبوك، يعني هادشي ديال الطيور سير آراء وهادشي، هذا هو اللي كاين. كان واحد النهار تيقولوا زلت لسان، هادشي علاش الواحد بعد خطرات تتيخرج شي حاجة من فمو، يعني ماشي تتخرج من فمو، تتخرج من قلبو. فاش قال لي، قال لي انتم المغاربه والجزائريين، انتم اللي حتنقارضوا ديروا هذا الطائر في النقيران. فعلا عندنا اليد فيها
عدنا اليد فيها بلا ما نكذبوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هاد الناس اللي يأدوا بهذا الطائر إلى انقراض. نسأل الله أن يهديهم وأن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. والله إلا قال لي بحال ما وقتها قال لي الطائر ديال أوروبا يعني الحسون الأوروبي يعني فيه نوعيات يعني فيه الحجم الصغير والمتوسط والكبير، وحتى النوعية ديالو يعني راه تنعرفوا الهيمالايا وتنعرفوا السيبيري وتنعرفوا ديال النقليز وتنعرفوا ديال سميتو يعني في 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 أحجام صغيرة وكبيرة يعني في كثير يعني هذا هو اللي كاين. هو حسون واحد ولكن النوعيات من بلد لآخر تختلف هذا هو اللي كاين. فقال لي ديال أوروبا تمشي عندكم المغرب والجزائر ما ترجعش، فترجع واحد الكمية قليلة، فترجع واحد الكمية قليلة. قال لي تقريبا الأكثرية الأكثرية تتموت الأكثرية، يعني عطاني الإحصائيات حال هذه لأنهم متابعين هاد يعني الإحصائيات ديال الطيور ما تعرفوش بالمئة بالمئة، ولكن تقدروا، ولكن تقول لك بأنه الطيور من تتهاجر وتترجع الوقيتة ديالها تترجع واحد الكمية قليلة، تقول لك تقريبا أكثر من 50% اللي ما تترجعش، أكثر من 50% اللي ما تترجعش، يعني هي تتموت يا تتصطاد وتتموت عاوتاني، او الباز ولا الحيوانات المفترسه تتاكلها وهاد الامور هذه. فلهذا يعني بالنسبه للاخ رشيد الكبيده الله يجازيه بخير، يعني غالب هاد الطيور يعني في تكاثر، يعني خصنا لابد نشجعوه ونعاونوه ونوقفوا حداه لانه خونا في الله هذه اولا، وثاني حاجه تفيد الجميع بالمعلومات البسيطه والمفيده. نسال الله سبحانه وتعالى يجازيه خير الجزاء في الدنيا والاخره، اللهم امين. فبالنسبه لهذا الفرنسي اش قال لي؟ قال لي يجي واحد الوقت اللي نديروا قوانين على هاد الحسون، وفعلا ولينا تنحسوا كاين شي قوانين جديده دائما وابدا. هنا في ميريكان كذلك مابقاش جينا الطيور ديال الحسون من نيوزيلندا من استراليا وحتى من اوروبا، عقدوا الامور قال لك الا بغات تخرج ستخرج بالخاتم، اما الخلوي ما يخرج. وفعلا ها حنا تنشوفوا في هذا الوقت مطبقات في الجزائر ومطبقه يعني هذا القانون يعني في المغرب، هذا قانون جديد. ودائما اذا كان هناك قانون جديد فالجمعيات المختصه بهذ الهوات ديال الجمعيات خصهم لابد ينشروا هذا الخبر باش الناس تعرف، باش الناس تعرف اش دير، ويديروا اجتماعات باش يديروا شي قانون يعني باش كيفاش نحافظوا على هذا الطير. نعم كاينين شي اناس اللي ما تيتسوقوش القانون، ما باغينش يسمعوا القانون وما باغيش يطبقوا القانون، ولكن ملي تتقول للهوات وتطبق واحد القانون، يعني مثلا هذا القانون بالنسبه للهوات اللي باغين يقتانوا طائر الحسون يكون زائد في القفص، هذه اولا مثلا، ثانيا يكون فيه الخاتم ديال الجمعيه هذا هو اللي كاين، وثالثا يكون واحد الثمن مناسب اللي يقدر اي واحد يخلصه للسنه للسنه. ولا ما كانش مطبقين هذه الامور هذه تتعاقب هذا الشخص. بحال هنايا في امريكا دايرين لنا شي طيور اللي ما تقدر تقنع عليها من 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 من, من سميتو، ولكن كاينين اناس اللي تقتنوا هاد الطيور من البريه تستعملوهم مثلا وتطلقوهم مثلا او تبقاو شادينهم تستعملوهم. حتى يعني سميتو في اوروبا هي كذلك تتلقى اناس تشدوا الحسون واخا هو ضد القانون تتلقاه، يعني كاينين اناس اللي تطبقوا القانون وكاين اناس اللي ما تطبقوش.
هذا هو اللي كاين. بالنسبه يعني نعطي مثال وذكرت شحال من مره بالنسبه للسيسكن، هذا الطائر السيسكن الفنزويلي يعني هنا في امريكا خصك لابد تخلص $25 $25. الا جاوا ما لقاوش عندك لايسنس فتعطيوك انذار وتقول لك خصك دير لايسنس الا بغيتي هاد الطيور تبقى عندك. تيجيو عندك المره الثانيه الا ما لقاوش عندك تياخذوا لك الطيور، هذا هو اللي كاين. المره الثالثه تقدر فيها سجن، لهذا يعني لانه السسكن الاحمر في انقراض، في انقراض، فلهذا امريكا باغا تحافظ على هذا الطائر لانه ملي دخلته للبلد يعني كي بحال قلتي اقتناته لنفسها، هو ديال فنزويلا ولكن عندها يعني فنزويلا مع امريكا عندهم واحد الكونيكشن باش يخليو هذا الطائر يتكاثر. وفعلا ملي تتمشي تبغي دير لايسنس تيقول لك شحال عندك من طائر ومن عد من اقتنيتي هذا الطائر باش يعرفوا هما تيحسبوا كل شيء عندهم. وملي تتبغي تجدد عاوتاني العام الجاي هذا اللايسنس اش دير؟ تتقول لي اوكي فرخت مثلا 5 4 3 20 40 نتيني تيشوفوا وتيحسبوا هذا هو اللي كاين. بغيتي تبيع شي حاجه هذاك اللي تيجي يشري من عندك اش يدير؟ تيمشي باش يجيب اللايسنس يقول لهم راه نشري من عند زهير مثلا واحد الكميه ديال السيسكن صافي. انا ما عندي حتى شي مشكل ولكن هو خصو يقولها باش يعرفوا يعني كلشي عندهم في الدوسي كيف تيقولوا. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي كاين. هذا بالنسبه ما كرهناش يديروا شي امور بحال هكدا، اما ما يكونش عندك يعني الحسون بتاتا في القفص فحشومه على الناس ديال ديال الغابات والمياه يعني يعني ما خصهمش يديروا هذا الامر هذا، لانه تتقول له واحد الحاجه يعني تتبغي تحيدها ليه، تتبغي تحيدها ليه. وحشومه حشومه كاينين جمعيات كثار هما اللي خصهم يديروا يعني واحد انتخابات بيناتهم مع القوانين باش يقدروا يقننوا هذا الطائر. هذا هو اللي كان الاخوه. بالنسبه للقانون اللي كان يخرج مؤخرا سبحان الله العظيم يعني داروا حتى الاحجام ديال الاقفاص، انا باغي نديروها في امريكا ولكن باقي ما خرجش. وحتى شحال خاص يكون عندك من طائر في قفص باغين يطبقوها ولكن الناس ناضوا فهمتيني، وشحال من طائر اللي يقدر يكون عندك في الغرفه ديال الطيور. وعاد باش عاوتاني خصك تهز الطيور ديالك ديهم يعني عند الطبيب كل 6 شهور ولا كل عام ما بقيتش عاقل، يعني شحال يتقام عليك ديال الفلوس فهمتيني. انا يتقام عليك الطير يتقام عليك غالي، وهنا في امريكا يعني باش تدي عند البيطاري راه ماشي رخيصه، ماشي رخيصه. هذا هو اللي كاين. كون كان بعدها طير واحد ولكن طيور، وحتى الطائر ما تيتقامش بهذاك الثمن اللي اديه باش تقلبوا ولا دير المختبر. هذا هو اللي كاين باش يشوفوا ولا مريض ولا ماشي مريض. هذا هو اللي كان الاخوه. هذه نقطه يعني باش ما نطولش في الفيديو، يعني نبغي كل شيء يتضامن مع الاخ رشيد ان شاء الله. دابا الدوله الطيور ما عنده ما يدير، ولكن الفيديو اللي تفرج فيه مؤخرا يعني ما كارهش يرد الطيور الفوليار ديالو، ما كارهش يجيب شي طيور جديده. هذا هو اللي كاين، لانه راه سبحان الله العظيم راه الحسون بالاخص الحسون شوف الثمن ديالو فين طلع، لانه ناقص في السوق، ناقص في السوق، لهذا الثمن ديالو طالع وتيحبوه كاع البشر سبحان الله. لهذا الاخوه تنصح الاخوه اللي كاينين في امريكا او في اوروبا او 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 حاولوا تفرخوا الطائر تكثروا منه، وإلا قدرتوا تهزوا هاد الطيور في العام ثلاثة الطيور مثلا أو 4 الطيور أو 5 أو 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 على حسب، تلقهم في البرية، تلقهم في البرية. هذا هو اللي كان الإخوة باش تكاثر في البرية وحتى في الأقفاص باش، حيت هاد القوانين علاش دارو؟ لأنه غادي في الهاوية هذا الطائر. فلهذا يعني راه يبغوا يطبقوا علينا قوانين كثيرة في المستقبل
فحاولوا نساعدوا هذا الاخ رشيد ان شاء الله. ولا كانت وقعت الرشيد راه تقدر توقع لاي واحد فينا حنايا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يصبره وان يعوضه وان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وان يبارك لنا فيما اعطانا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.